طيب عايز اسالك سؤال بقى، سؤال يعني غريب شويه. لو كابتن ياسر ريان عايز يشوف احمد في مكانه معينه او 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 شبه حد، في ثلاث اختيارات انا هقول لك عليهم اتفضل وانت هتختار. احمد ياسر ريان يبقى زي كابتن محمود الخطيب، احمد ياسر ريان يبقى زي كابتن ياسر ريان، ولا بما انه محترف فاحمد ياسر ريان يبقى زي محمد صلاح؟ مين من الثلاثه دول؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هو اولا احمد مش ستايلي، يعني احمد سترايكر وانا بلعب طرف من الطرف، فدي خلاص برضو. لكن احمد لو انت رجعت الاهداف، احمد جزء كبير جدا من الاهداف اللي بيجيبها زي قريبه من اهداف كابتن محمود الخطيب، اتفرج على كل جوانه مش ببالغ، بس هو مش، هو مش ستايل كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود ده في حته تانية خالص كستايل كوره، يعني الناس اللي ما اتفرجش على كابتن محمود الخطيب ده معشق للجماهير، وانا كنت بعشقه جدا وبحبه جدا، انت مش متخيله، وما زلنا على فكره يعني احنا جميل يعني بصراحه والله، ما حبش حد، هو لا بيحب يزعل حد ولا حبي حتى اللي بيخطا في حقه هو ما بيردش، ودي ميزه عنده كبيره. لكن مع احمد انا شايف فيه مثلا عماد متعب كاستايل، عماد متعب طبعا هو رقم 9 عشان برضه الناس لا هو حتى هو رقم 9 بس انا بس اقول لك انه في مكانة مين من الثلاثه، لانه انا فاهمه لا هو قريب من كابتن محمود الخطيب كاستايل يعني انت لو جبت جوان احمد هتلاقيها قريبه قوي من الجوان اللي كابتن احمد كابتن الخطيب كان بيجيبها، قريبه وجوان صعبه، مش جوان يعني في لعيبه ايه الكره تقع من ايده تيجي، في لعيبه بتمتاز بالحاجات كده. لكن احمد كاستايل وككوره لا يعني قريب، هم طبعا مع فرق المقارنه طبعا، لكن هو قريب منه في حاجات كتير انا شايفه فيه.